أهلا بيكم معاكم هبة سعيد، كل عام وانتم بخير وسنة سعيدة علينا يا رب جميعا، وبننوي فيها وبنسمح للحب وللسلام وللأمان ان هو يملأ العالم بتاعنا، عالمنا الشخصي وعالمنا أجمع. عاوزة أتكلم عن نقطة تحقيق الهدف. في أنا عارفة أن أغلبنا يكون حاطط نية أو هدف ونفسه يحصل ليه في الواقع، فأنا بخاطب الناس دي، بخاطب الناس اللي كان عندها أهداف حطيتها مثلا في 2020 أو 2021 أو حطيتها في أي سنة من السنوات أو بقالها كذا سنة بتجذب الهدف وعملت تمرينات وعملت حاجات لكن ما حصلش منه أي حاجة، حتى ما جاش من ناحيته أي أمارة. أكيد بنقعد نسأل نفسنا، طب ما أنا حطيت الأهداف وعملت زي ما ماستر فلان بتقول وماستر علان بتقول وحطيت النية وما حصليش أي مردود يقول إن أنا حتى ماشية صح، مش عارفة إيه اللي بيحصل. طبعا اغلبكم يكون يعني في كاتب الهدف كاتبه بالورقه، في حد عمل تاملات موجوده على اليوتيوب لجذب الهدف او شغل اي سجلنا اللي عمل حاجات كتير، لكن الهدف ده بالذات عمال يتاخر في تحقيقه او مش بيديني حتى اي اماره تقول لي ان هو بيحصل. يا ترى ايه السبب؟ ده سؤال بيساله اغلب الناس اللي حطت نيه وهدفه ما اتجلتش في الواقع. فالتسجيل ده انا عاملاه علشان اجاوب او ارد على السؤال ده. اولا عاوز اتكلم عن تنظيف الهدف. هل اتعلمت من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها وعملتها، هل اتعلمتي ان انت تنظفي الهدف اللي انت حطيتيه تعملي له تنظيف؟ طب يعني ايه تنظيف؟ يعني لو انا الهدف بتاعي دوت بقوله قدام الجميع ومثلا البيئه المحيطه اللي معايا او اللي حواليا مش مقتنعه بيه مش مؤمنه بيه، فده بيبقى سبب من اسباب اعاقه الهدف ان هو ما يحصلش. انا بقول حاجه يقول لك يا عم يلا ده انت بتحلم، والكلام ده بيبقى كلام سلبي من غير ما نشعر، بيتسرب للعقل الباطن وبيعمل له زي صراع داخلي. فبتبقي انت عملتي كل ما في وسعك لكن هو ما حصلش. زي ايه مثلا؟ خلينا نقول تعالوا نطبقها على موضوع الجواز او على موضوع الفلوس. فبالنسبه لموضوع الجواز ممكن تلاقي ان البيئه المحيطه بتاعتك مش داعمه للهدف ده. احنا كده وصلنا لانه اول نقطه لاعاقه الهدف هي ان البيئه الداعمه اللي حواليا برضو تكون يعني مباركه فرحانه في اي حد ادنى من الدعم. احيانا بيبقى مفيش اي حد ادنى من الدعم وبيبقى يعني بنستغرب. طب الجواز ما تقول يعني معقول بابا او ماما مش عايزين نتجوز؟ ممكن هما بيقولوا عاوزين نتجوز بس صوتهم الباطني طب ولما فلانة هتتجوز هنقعد ازاي لوحدنا؟ طب ومين هيشوف مصالحنا؟ طب ومين هيعمل اللي كانت هي بتعمله؟ فالكلام ده بحد ذاته بيعمل اعاقه. طبقيها بقى على كل الجوانب بتاعت الحياه اللي بتسمعيها مني، طبقيها على كله. طب ايه على الشغل؟ ايه ده هتنزل طول النهار؟ انا كنت متعوده على وجودها. طب مين مثلا هيحضر لي فطاري؟ طب مين هيديني علاجي مثلا؟ بتبقى هي نيتها خير، يعني هي الام او الاب اللي بتفكر كده مش نيته مش وحشه، هو نيته خير بس هو عنده صوت باطني في جزء منه رافض تحقيق الهدف. ليه؟ لانه العقل الباطن دايما بيتخض من التغيير. لما بيجي هو متعود على العاده، ان انا متعود طول الوقت متعود، فلما باجي انا اغير العاده هو بيجيله زي صدمه. فلما بلاقي انا كاب او انا كام ان انا ابني دوت هيسافر يتعلم بره او ابني دوت او بنتي هتتجوز، فببدا انا بقى بحاول نفسي وعقلي الباطن في انه طب لما تتجوز مين هيعمل لي؟ طب مين هيشوفني مصالحي؟ طب مين مش عارفه ايه كده. فده جزء من الاجزاء لعدم تجلي رغبتك في الواقع هي البيئه المحيطه بيه. الجزء الثاني اللي عاوزه اتكلم فيه هي ان احنا بنبقى انا بقى نفسي اللي انا اطلقت النيه او عايزه الهدف بيكون عندي جزء مني رافض، مفيش حاجه ما بتحصلش وانا بحبها. الحاجه لو انا بحبها وعايزاها بالفعل هي بتحصل. برضو دي كانت بالنسبه لي انا اول ما عرفتها كانت معلومه صادمه. ايه ده يعني الحاجه اللي ما حصلتش هي حاجه ما بحبهاش اصلا؟ طب ما انا عاوزاها ليه؟ لا اكون عاوزاها عشان شكلي قدام الناس، لا اكون عاوزاها
علشان بتشبع شيء فيا المفروض اعالجه، بتشبع الايجو مثلا بتاعي وهكذا. فلما بعرف انه دايما الشيء او الهدف او الرغبه اللي انت عاوزها تحصل بتحصل لما بكون انا حاببها، حتى الحاجه اللي هتلاقيها حصلت معاك في حياتك هي الحاجه اللي انا كنت سايبه ايدي قوي وانا بطلبها، او وانا بقول طب وماله، فما كانش عندي ليها اي توقعات او اي احكام او اي حاجه. دايما الحاجه اللي بحط لها توقعات او مخاوف او ظنون او شكوك هي دي اللي بتتعطل شويه. طيب ايه اللي بيعمل كده؟ زي ما قلت لكم بقى عندنا في جزء، زي ما في جزء عاوز في جزء رافض. فنعالج الموضوع ده ازاي؟ ان احنا نتقبل الجزء الرافض فينا. وعندي جزء بيرفض، فانا بقول بقى اخاطب الجزء الرافض فيا ان هو يتقبل تحقيق الهدف. فاول حاجه قلنا البيئه المحيطه، وتاني حاجه قلنا الجزء الرافض، تالت حاجه يعني ما نقولش اصلا، ما نقولش لحد. الناس اللي حوالينا في اهداف بتبقى عندنا، اللي حوالينا اهلنا ساعات وعيهم مختلف عننا، هما بيخافوا علينا وبيحبونا وكل حاجه وبيدعمونا وكله، بس في حاجات هما مش فاهمينها. دايما الشيء اللي بيخوف، ايه الحاجه اللي بتخوف؟ هي المجهوله. الخوف هو دايما بيبقى من المجهول، يعني الناس اللي عندها خوف، فوبيا، الخوف من الموت، ما عندها دايما خوف من الشيء المجهول. فاهالينا بالنسبه لهم الموضوع مجهول، او صحابنا او الناس اللي احنا بنحكي لهم هدفنا ايه وعاوزين ايه مش فاهمين، ما عندوش نفس المشاعر اللي عندك وعن نفس الوعي. هنا النقطه الثالثه دي بقولها، لو انا عندي مشاعر حلوه وعايزه والهدف مش عارف ليه ما اتحققش، هو لانه انا بطلق النيه وبحكي عنها قدام ناس هما مش داعمين للهدف. ممكن لو انا وعي هما بيدوني طاقه او بيحطوا نوايا اعلى من بحطها اعلى من نوايا. يعني لو هما هو الشخص المسؤول عني ده اب ام او زوج، انا مدياله الريموت بتاعي هو يقدر ينويلي. فلما انا بسحب الريموت من الشخص اللي قدامي انا بقدر انوي لنفسي واقدر احقق لنفسي اللي انا عاوزاه. لكن لو انا بتعامل على انه مفيش حدود شخصية ومشاعرية، فبكون سهلة جدا او يعني حاجة سهلة قوي وخصبة جدا ان اللي قدامي ينويلي. طول ما انا كبيرة وعديت 21 سنة مفروض انا بنوي لنفسي وبحقق، يعني وبحط لنفسي خطط وبحط لنفسي اهداف وبتكلم عن مشاعري وبتكلم عن افكاري. فهي دي الفكرة. فانا عايزة اقولها لكم بمختصر، لو عندك هدف لسه ما تجلاش انت محتاج تنظف الهدف، تنظف بانك ما تحكوش، غير وجهة النظر كنت بتقولها للناس عن الهدف دوت، تقبل الجزء الرافض وانقل انتباهك لموضوع تاني. يعني شوف هدف تاني او موضوع تاني او جانب تاني من جوانب الحياة انقل انتباهك ليه، ساعتها الهدف ده بيتحقق. لانه ممكن ما يبقاش تحقيقه هو رقم واحد، ممكن يبقى رقم واحد ان انا احقق الثراء وبعد كده الزواج، ممكن الزواج وبعدين الثراء، ممكن الصحة وبعد كده الثراء وبعدها الزواج يبقى رقم ثلاثة. فاحنا بنرتب لنفسنا، لكن الترتيبات القدرية بقى، يعني ممكن يبقى ذاتك قيمتها اعلى مثلا من اللي انت بتجذبه لنفسك دلوقتي، او الطاقة اللي عندك هي مش قد الهدف اللي انت بتجذبه دلوقتي، طاقتك ممكن تسخرها في شيء تاني. فعشان كده بقول دايما ان احنا يبقى معانا ورقة وقلم ونكتب ايه الهدف بتاعنا، بقاله قد ايه، وعملنا ايه عشان نجذبه وليه وما جذبش. طب مين حكم عليه انه ما جذبش؟ ممكن يكون ادانا اشارات واحنا ما فهمناهاش. طيب حكينا عنه قدام مين وازاي؟ طب الناس الجزء الكبير بالذات، بصوا الناس اللي بتاثر فينا وما اقرب الناس الينا، فهم رافضينه مثلا. فانا دلوقتي اقوم ناسيه الهدف ده، او اوكي انا فهمت القصه ايه، وابدا اوجه انتباهي ناحيه ثانيه وعندي نية تنظيف الهدف ده. والله إذا هو الطاقة بتاعتي متناغمة مع طاقة الهدف ده هتتحقق، لو مش متناغمة مش هتتحقق، أو هتتأجل أو هتتعمل بعد شهر اتنين سنة، بس أنت مش هتوقف حياتك عشان هدف واحد. والنقطة المهمة الرابعة كمان، إن أنا أجيب ورقة وقلم وأكتب طب إيه الأهداف اللي اتحققت. أنا ساعات ببقى بسعى لتحقيق هدف ما وإيه أهداف تانية اتحققت، فبعرف ان انا عايزه ارجع ارتب نفسي، ارتب اولوياتي،
او ان انا مثلا يطلع ان انا منتبه لنظامك الغذائي، مع انه ملوش علاقه خالص مثلا بهدف تاني، بس هو في العمق منه هو له علاقه. لو انا بكذب مثلا مال، فانا جسمي ده تجسد، والمال ده تجسد برضو شيء مادي، فيبقى انا محتاجه ان انا ارعى جسدي شويه، انتبه له، احبه واديله، اشوف ناقصه ايه واكله اكل صحي، وابطل شويه الاكلات بتاعه الشارع، اكل اعمل خلطات اشربها صحيه، اعشاب ايا كان، الفيتامين الناقص عندي اعليه كده. فبيبقى ساعات ان انا محتاجه اهتم بجسمي هو رقم واحد، لكن انا متشبثة جدا برقم بالهدف بتاع المال او الهدف بتاع الزواج، وانا محتاجه قبلها ان انا اعدل حاجات تانية. فلو جالك اشارات وانت بتعمل الهدف بتاعك اللي هو ما تحققش وعمال تعمله جذب، فجالك اشارات وتحقق لهدف تاني، انتبه للهدف التاني ده واشتغل عليه. زي ما قلت لكم نقلل شويه، نخفض، ده تخفيض، عارفين اسم الله الخافض من اسماء الحسنى، نخفض من اهميه الهدف. ما ينفعش اقول انا مش هينفع اعيش من غير ما احقق الهدف ده، انا ما ينفعش، اخفض من اهميته وابدا اشوف اهداف تانية احققها، اللي هي بالفعل لو انا بصيت للموضوع بشكل اوسع واشمل الاقي نفسي في رحلتي لتحقيق الهدف ده حققت اهداف تانية ما كانتش في بالي. هي دي اللي محتاجه، او هي دي كانت شبه طاقتي وقتها، او هي كانت شبه الترتيب بتاع القيم بتاعتي وقتها. فدي نقطه مهمه كنت حابه ان انا اتكلم فيها للناس اللي مثلا السنه خلصت عليهم، قال لك في هدف حطيته اول السنه ما حصلش، ممكن يكون حصل فائض احتمال، ممكن يكون انا طرحته بشكل كتير قوي بزياده في بيئه غير داعمه، وممكن يكون عندي جزء رافض لتحقيق الهدف. لما بالذات بقى النقطه بتاعه الجزء الرافض دي بتخليني ادخل في عمق الذات بتاعتي ونفسي اكتر، لانه ممكن اكتشف من الجزء الرافض ده رافض ليه، ممكن يطلع خايف، ممكن يطلع ما عندوش امان، متوتر، عنده هواجس، عنده تأنيب، عنده. لما بيطلع المشاعر ديت لما انا احس بيها اكتبها وانضفها،